أما بعد أيها الإخوة المسلمون، تحدثنا في عدد من خطب الجمعة الماضية عن أمراض المجتمع، عن أمراض الأمة التي تنقر في كيانها وتعمل فيها عمل الداء في الأجسام، فتوهن من قوتها وتضعف من طلابتها ومقاومتها. وبقي أن نتحدث عن مرض الأمراض، عن أهم هذه الأمراض وأعضلها وأشدها خطرا وأبعدها أثرا، هذا المرض الذي يعتبر علة لكل تلك الأمراض ومنظومة لها، هو مرض حب الدنيا. حب الدنيا رأس كل خطيئة كما ورد في الأثر. حب الدنيا، أن تستولي الدنيا على قلبك، على تفكيرك، فتجعلها أكبر همك ومبلغ علمك وغاية اهتمامك ومحور سعيك، فلا تعمل إلا لها، ولا تفكر إلا فيها، ولا تحرص إلا عليها، ولا تسعى إلا إليها، ولا تفرح إلا بالحصول عليها، ولا تحزن إلا بفواتها، ولا تحب ولا تكره، ولا تصل ولا تقطع، ولا توالي وتعادي، ولا تسالم أو تحارب إلا من أجل الدنيا. هذا هو معنى حب الدنيا، أن تسيطر الدنيا عليك، أن تتخذ الدنيا لك ربا فتتخذك لها عبدا، أن تعيش في الدنيا وكأنك مخلد فيها، أن تحيا في هذه الدار وكأنها هي الدار الوحيدة، أن لا تفكر في الموت وما بعد الموت، أن تعيش في الدنيا بهذه الروح، بهذا التفكير، بهذا الاهتمام. هذا هو معنى حب الدنيا. وحب الدنيا هو وراء كل ما نرى من مصائب وكوارث. حب الدنيا هو الذي يجعل الانسان يستحل الحرام، ياكل المال بالباطل، لا يبالي ما دخل بطنه من طعام ولا ما دخل جيبه من دراهم، أحلال هي أم من حرام؟ حلال أكلناه، حرام أكلناه. حب الدنيا هو الذي يجعل الناس يخاصم بعضهم بعضا، ويعادي بعضهم بعضا، ويكيد بعضهم لبعض، ويمكر بعضهم ببعض. حب الدنيا هو الذي يجعل الابن يكيد لأبيه، والأب يجعل أعداءه من بنيه، والأخ يمكر بأخيه ويحقد على أخيه. حب الدنيا هو الذي يمزق الأسرة الواحدة، يجعل أبناء الأب الواحد، وربما كانوا أبناء أب واحد لأم واحدة، يكيد بعضهم لبعض من أجل ميراث، من أجل دنيا، من أجل مال، من أجل أن كل واحد يريد أن يكون أغنى من الآخر. حب الدنيا هو الذي يمزق الناس بعضهم من بعض. هذه هي الدنيا، هذا هو حب الدنيا. ما تراه من هذا التهافت على هذه الحياة، على المال، على الجاه، على المنصب، ورأه هذه الآفة الخطيرة، هذا الداء العظام، حب الدنيا. أحب الناس الدنيا
فرأيناهم هكذا يتعادون هكذا يتهاوشون تهاوش الزئاب ويتعاون تعاوي الكلاب وينطلقون إلى هذه الجيفة يريد كل منها أن ينهش منها أكثر مما ينهش الآخر. ثم ماذا بعد ذلك؟ إذا نهشت من الدنيا ما نهشت، إذا جمعت منها ما جمعت، إذا بنيت منها القصور، إذا شدت منها الطروح، إذا كان رصيدك بالملايين أو بالبلايين، ماذا تكون النتيجة؟ النتيجة أنك أيها الشاب ستشيب، أيها الصحيح ستمرض، أيها الحي ستموت. النتيجة هناك في وادي الموتى في المقابر. اذهبوا إلى المقابر، هل تجدوا فرقا بين صاحب الملايين وصاحب الملايين؟ بين من كان لا يملك إلا الفلس بعد الفلس، أو من كان يجهو التراب مسكينا ذا مسربة لا يجد شيئا؟ هل تجد فرقا بين من رصيده بالملايين ومن ليس له رصيد في أي جنب من البنوك؟ هل تجد فرقا بين الوزير أو الأمير أو الملك أو صاحب الجلالة أو ما يسمونه من يسمونه؟ هل تجد فرقا بين هذا وبين خفيره أو ناقوره أو أي إنسان يحتقره الناس ولا ينظرون إليه؟ هل فرقت المقابر؟ هل فرق الموت بين أصحاب الدنيا العتيقة وبين من لا يملكون منها شيئا؟ لا والله، ما فرق الموت بين أحد من هؤلاء. هل ذهب أحد إلى القبر ومعه دفتر للشيكات؟ هل استطاع أحد أن يرشو عزرائيل فيؤخره عن ميعاده المحتوم وميقاته المعلوم يوما أو يومين أو ساعة أو ساعتين أو دقيقة أو دقيقتين أو لحظة أو لحظتين؟ لا والله، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لماذا إذن هذا التهافت على هذه الدنيا؟ لماذا هذا التكالب على هذه الدنيا وهي سريعة التغير؟ كل ما فيها بلا جواز، لدوا للموت وابنوا للخراب. هكذا يقول منادي كل يوم، منادي في الناس، لدوا للموت وابنوا للخراب. كل من يولد يولد ليموت، وكل ما يشيد يشيد ليخرب. قد يطول عمره ولكنه سيموت، قد يبقى هذا القصر 100 أو 200 أو 1000 أو 2000 ولكنه سيخرب لا محالة. وانظروا إلى من كان قبلنا، كان أطول منا أعمارا وأعمر منا ديارا وأبعد منا آثارا، وها هي اليوم آثارهم خاوية وقصورهم خالية وأجسادهم بالية. هذا هو شأن هذه الحياة، الحياة الدنيا إلى زوال، كل ما فيها إلى زوال. أرى صاحب الدنيا وإن طال عيشه ونال من الدنيا سرورا وأنعما كبان بنى بنيانه فأتمه فلما استوى ما قد بناه تهدما. هذا هو شأن الدنيا. لماذا يحرص الناس عليها هذا الحرص؟
الذي نراه، وهذه نهايتها. الله تعالى يقول: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيب فتراه مصفرا ثم يكون حطاما هذه هي نهاية الدنيا، نبت يزهر ويخضر ثم بعد ذلك ينتهي الى الحطام، ييبس وتأكله النار. لماذا يحرص الناس على الدنيا وقد شبهها المشبهون بانها احلام نوم او كظل زائل؟ ان اللبيب بمثلها لا يخدع. قال احد السلف: لو كانت الدنيا خزفا يبقى وذهبا والاخرة ذهبا، لو كانت الدنيا خزفا ذهبا يثنى والاخرة خدفا يبقى، لكان على العاقل ان يختار خزفا يبقى على ذهب يبقى. فكيف والدنيا هي الخزف والآخرة هي الذهب؟ بل أقول إن الدنيا أقل قيمة من الخزف، والآخرة أغلى وأنفس من الذهب. إنها دار الخلود، إنك لن تعيش في الآخرة يوما أو يومين ولا ألفا ولا ألفين ولا مليونا ولا مليونين من السنين. إنها الخلود، إنها الأبد. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع أقاربه من بني هاشم وأولم لهم وليما، فبعد أن أكلوا وشربوا قام فيهم خطيبا وقال: إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وهذا ما جعل بعض الصالحين يقول: إن الذي قطع قلوب الخائفين إنما هو طول الخلودين، طول الخلودين، الخلود في الجنة والخلود في النار، الخلودين، طول الخلودين. الأمر ليس أمرا هينا، إنها قضية المصير. الناس يتحدثون الآن عن القضايا المصيرية والاهتمام بالقضايا المصيرية، وأعظم القضايا المصيرية هي مصيرك أيها الإنسان في الآخرة، أإلى الجنة أم إلى النار؟ هذه هي قضية القضايا، إلى الجنة أم إلى النار؟ علام إذن يتهافت الناس تهافت الفراش في النار من اجل هذه الدنيا، على ما يختصمون وعلى ما يتغاضبون وفيما يتنافسون في هذه الدنيا، في هذا الخزف الفاني، فيما هو اقل من خزف فان لا تساوي الدنيا كلها.
لا تساوي الدنيا أن يتعادى الناس من أجلها ويتخاصموا عليها ويقطعوا الأرحام ويعقوا الآباء والأمهات ويجافوا الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوان والخالات من أجل هذه الدنيا. لا تساوي هذه الدنيا كل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. ولكن لهوان الدنيا على الله أن الكفار فيها يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، وأن أولياء الله في هذه الدنيا يبتلون ويهانون. وفي الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما عذب فيها أنبياء الله ورسله وأولياءه. ما رأينا زكريا ينشر بالمنشار ويحيى يذبح كما تذبح الشاه وعيسى يتآمر عليه ومحمد يوضع له السن ويؤذى 13 عاما في مكة ويقاتل ويجاهد 10 أعوام في المدينة. ما رأينا أصحابه يسقطون شهداء: عمر وعثمان وعلي والحسين وغيرهم. ما رأينا الدعاة إلى الله يلاقون العذاب ويذوقون الصاب والعلقم وأعداء الله يتنعمون. هذه هي الدنيا. الدنيا لا ينال ما عند الله إلا بتركها، ولا يعصى الله إلا فيها. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ونقول دائما: إذا كانت الدنيا لا تزن جناح بعوضة، الدنيا هذه كلها بسمائها وأرضها وبحارها وأنهارها باليابسة والمحيطات بالأنهار والأشجار بالصحارى بالمعادن بالنفط بكل هذه الأشياء، الدنيا بقاراتها الخمس لا تزن عند الله جناح بعوضة. فماذا يكون نصيبك أنت من جناح البعوضة؟ ماذا يكون قرب التأثير بجناح البعوضة؟ ماذا تكون بلاد الخليج بجناح البعوضة؟ ماذا تكون قطر بجناح البعوضة؟ ماذا تكون أنت في قطر من جناح البعوضة؟ خذ البعوضة كلها بجناحيها، ماذا تساوي؟ هل تساوي الدنيا أن يتقاتل الناس عليها إلى هذا الحد؟ مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة، وفي رواية بجدي أسك ميت، جد صغير الأذن معيد أذنه، فأمسكنا وسلم بأذنه وقال: من يشتري هذا بدرهم؟ قال: يا رسول الله ما لنا حاجة فيه، ولماذا نشتريه؟ إنه لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا الجدل الأسك على أهله. هذا الجدل مات ورموه، رموه لأنه لم يعد له قيمة عندهم. الدنيا أهون من هذا الجدل الأسك الميت على أهله. هي قيمة الدنيا التي يتهافت عليها والتي لا يمكن أن يشبع الإنسان منها مهما أوتي. فهذا من خصائص هذه الدنيا. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، فصاحب العشر يبغي عشره مئة، وصاحب الألف يبغي الألف مليونا،
وصاحب المليون يريد أن يكون من ملياردير، وصاحب الملياردير يريد أن يكون أغنى من غيره. ولو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. الدنيا زائلة، الدنيا إذا نظرنا إليها بالنسبة للآخرة، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذا المثل حينما قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. إذا وضعت أصبعك في الخليج أو في المحيط وأخرجت، ماذا يأخذ أصبعك من الخليج أو من البحر أو من المحيط؟ هذه هي نسبة الدنيا إلى الآخرة. فكيف يضيع الإنسان العاقل الآخرة من أجل الدنيا؟ الدنيا من طبيعتها التغير، والتغير السريع، ولذلك وصفها الناس بالغدر، وقال علي بن أبي طالب: هي بالبلاء محفوفة وبالغدر موصوفة. بالغدر موصوفة لأنها سريعا ما تنقلب على أهلها. كم من غني افتقر، وكم من عزيز قوم ذل، وكم من مكثر أقل، وكم من إنسان فقد أهله وأحبابه. وما أكثر حوادث الدنيا التي نراها. الدنيا سريعة التغير، الإنسان فيها معرض في كل لحظة، إما لنعمة زائلة أو لمصيبة نازلة أو لمنية قاتلة. فالموت ليس بعيدا على أي أحد. كثيرا ما يموت الإنسان وهو في عنفوان شبابه وفي مقتبل عمره وفي زهرة حياته. بعض الناس يظنون أن الموت لا يأتي إلا بعد الشيخوخة. كم رأينا من شباب ماتوا والله وهم في زهرة شبابهم. كثيرا ما يموت الإنسان في حوادث السير، وما أكثر من يموتون في الحوادث، وقد لا تكون أنت السائق. تأتي السيارة فتدهم وأنت ماشي على رجليك. كثيرا ما رأينا الناس يموتون بالسكتة القلبية، بالذبحة الصدرية، موت الفجاءة، وحشائعا في عقلنا. من الذي يدريه؟ من يضمن لك إذا أصبحت أن تحصل على المساء، وإذا أمسيت أن تدرك الصباح؟ لا أحد يضمن لك ذلك. تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. قد تكون منعما في عيشك، وقد تكون متمتعا بمالك، ولا تدري ما يخبئه لك الدهر. وكم من مخبئات يخبئها الزمن تفاجئ الناس بما لا يعلمون. كم رأينا من أصحاب سلطان زاد سلطانهم، كم رأينا من تجار كبار أفلسوا، كم رأينا من أثرياء افتقروا. والشاعر يقول: يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا. يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا. تأتي الحوادث في السحر وانت نايم في أول الليل في أمان الله. هذه طبيعة الدنيا. سئل علي بن أبي طالب، قيل له: صف لنا الدنيا. فقال: ماذا أصف لكم من داري؟
أولها بكاء وأوسطها عناء وآخرها ثناء، في حلالها الحساب وفي حرامها العذاب. من استغنى فيها افتتن ومن افتقر فيها حزن. هذه أولها بكاء، أول ما ينزل الإنسان من بطن أمه يصرخ باكيا. لهذا يقول الشاعر: ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لربك كي تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. يوم ما نزلت من بطن أمك كنت أنت تبكي والناس يضحكون، فأنت خذ بسألك، يوم تموت وهم يبكون اعمل كي تكون أنت الضاحك في حين هم يبكون. وذلك لا يكون إلا بعمل الصالحات. الشيء الوحيد الذي يملك الإنسان أن يخرج به من الدنيا هو الإيمان والعمل الصالح. فإذا استطعت أن تكسب هذا من الدنيا كانت الدنيا لك نعمة دار، وإلا فأنت الخاسر. ماذا أصف من دار أولها بكاء؟ يقول الشاعر: لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يوضع، ساعة يوضع، وإلا فما يرثيه منها وإنها لأرغب مما كان فيه وأوسعه. هذا لماذا يبدو خارج من الضيق إلى السعة؟ قل هذا إيذان بأن هذه الدار دار نكد من أولها. لقد خلقنا الإنسان في كبد. ماذا أصف لكم من دار أولها بكاء وأوسطها عناء وآخرها فناء؟ أوسطها عناء، يعيش الإنسان فيها يعاني، كل إنسان يعاني في هذه الدنيا، سواء كان مقلا أم مكثرا، فقيرا أم مثريا، كل إنسان يعاني في هذه الدنيا. المعاناة والكبد، المكابدة صفة الإنسان في هذه الدار. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فأول هذه الدنيا بكاء وأوسطها عناء وآخرها فناء. آخرها فناء، الموت هو النهاية. ما ترك الموت أحد، لا نبيا ولا وليا ولا فقيرا ولا غنيا ولا ملكا ولا مملوكا ولا سيدا ولا عبدا ولا رجلا ولا امرأة. اخترق الموت الجميع، شرب الجميع من هذا الكف، ورد هذا الحوض. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز الحقيقي، الفوز الحقيقي أن تزحزح عن النار وتدخل الجنة، وإلا فلا فوز. ليس فوزا أن تكسب الملايين، ليس فوزا أن ترقى أعلى المناصب، ليس فوزا أن يكون لك البنون المتفوقون، ليس فوزا أن يكون لك الخدم والحشم، ليس فوزا أن تربح في تجارتك الدنيوية، إنما الفوز الحقيقي أن تربح في الآخرة، أن تزحزح عن النار وتدخل الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وإنما تزحزح عن النار وتدخل الجنة بصدق الإيمان وصلاح العمل.
بصدق الإيمان وصلاح العمل تستطيع أن تخرج من الدنيا وأنت مطمئن بأنك زرعت في هذه المزرعة زرعا فأثمر. الدنيا مزرعة الآخرة، أنت تزرع هنا لتحصد هنا، أنت تعب هنا لتسقل هنا، أنت خلقت للخلود، وإنما ينقلك الموت من دار إلى دار. الدنيا مزرعة الآخرة، تزرع خيرا تحصد خيرا، من جد وجد ومن زرع حصد، ولا يضيع الله أجر من أحسن عملا. وهذا هو عمل البصراء الذين أنار الله بصائرهم وفقهت قلوبهم وعرفوا أن هذه الدنيا دار ممر وليست دار مقر، وأن القرار في تلك الدار، كما قال مؤمن آل فرعون: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. من فضل الله علينا أن الإسلام لم يطلب منا أن نهجر الدنيا هجرا كليا، لم يطلب منا أن نعيش عيشة الرهبان، وإنما قال: املكوا الدنيا في أيديكم ولا تسكنوها قلوبكم. لا بأس أن تملك الدنيا على ألا تملكك، وأن تسخر الدنيا ولا تسخرك، وأن تعيش في الدنيا ولا تعيش فيك، هذا هو المطلوب من الإنسان المسلم. وهذا ما فعله النبيون، كان من النبيون من ملك الدنيا، يوسف وداود وسليمان، ومحمد عليه الصلاة والسلام ملك الدنيا وفتح الله له الفتوح، ولكنه لم يسكنها في قلبه ولم يعرها التفاتا، وما جاءه شيء إلا أنفقه، وخرج من الدنيا ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 وسقا من شعير اتخذها من أجل نفقة عياله وأهله. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. نستطيع أن نعمل في هذه الدنيا بروح أهل الآخرة، أن نعيش في الدنيا وأعيننا مشدودة إلى الآخرة، أن نعيش في الأرض بقلوب أهل السماء، أن نكون كالذين قال الله فيهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كان في الصحابة الأغنياء من أمثال عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما من الصحابة، ولكن الدنيا لم تلههم عن الآخرة، لم تشغلهم عن حق الله، لم تجعل أحدهم يجور على أخيه أو يكيد له، بل أعطوا الدنيا حقها والآخرة حقها، كما علمنا الله تعالى أن نقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الخطر كل الخطر أن تستولي الدنيا على القلوب، أن نحب الدنيا حبا ينسينا الله خالقها وينسينا الآخرة التي هي دار القرار، أن نحب الدنيا هذا الحب، هذا هو الخطر الذي ننبه عليه ونحذر منه
وهذا لا يكون إلا ممن فقد الإيمان بالآخرة، كالذين قال الله فيهم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أو الذين لا يظنون أن هناك آخرة إلا ظنا ضعيفا، كالذين قال الله فيهم وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وقد يؤمن الإنسان بالآخرة من الناحية النظرية ولكنه غافل عنها في شغل عنها لا تكاد تخطر بباله، فهو منهمك في دنياه لم يصل الإيمان عنده إلى حد اليقين الذي وصف الله به المتقين بقوله وبالآخرة هم يوقنون. فهذا هو الغافل وهذه الغفلة هي أصل الداء. قال الله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الغفلة عن الآخرة من أخطر الأمراض والأدوار. يا أيها الإخوة علينا أن نعرف قدر الدنيا بحيث لا تشغلنا عن ربنا ولا عن آخرتنا، وندعو بما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو به اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فقد لما الله قوما فقال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغه من العلم. كل ما يعلمونه هو ما يتعلق بالدنيا، الذين آثروا الحياة الدنيا. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. إيثار الحياة الدنيا هو الخطر، حب الدنيا هو الخطر، والنجاة والخلاص والسلامة في أن نشغل قلوبنا بالآخرة، أن تصبح الآخرة هي الغاية والدنيا هي الوسيلة، أن نعيش للآخرة ونجعل الدنيا مجرد مطية للوصول إلى دار الخلود إلى دار القرار. بهذا يسعد الناس في دنياهم قبل أخراهم، بهذا يخرج الناس من هذه الغابة التي يعيش الناس فيها وحوشا يأكل القوي فيهم الضعيف، أو بحرا فيه أسماك يلتهم كبيرها الصغير. بهذا نخرج من الغابة لنعيش أناسا مؤمنين كالذين قال فيهم العبد الصالح إن لله رجالا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا فكروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا اتخذوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. يقول لقمان لابنه يا بني إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيه ناس كثيرون قبلك فلتكن سفينتك فيها تقوى الله ودفتها التوكل على الله وشراعها الإيمان بالله لعلك تنجو وما أراك ناجيا. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا النجاة والقضاء والسلامة من آفة حب الدنيا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. ادعو الله تعالى يستجب لكم.